السلام عليكم. هنكمل دلوقتي ان شاء الله بقى رسومات الهيستو. عندنا دلوقتي الفاسكولار سيستم. هنبدأ الاول هنا بالميديم سايز ارتي وفين. هنا الارتري وهنا الفين. الاول هنعمل الاندوثيليوم. في الارتري هنعمل البيزمنت ممبرين متعرق كده, وفي الفين عشان هنا في انترنال الاستيك لامينا. الفين هنا هنعمله مستقيم عادي مفيش حاجه. وبعد كده هنعمل الاندوثيليوم سبندل شيفز وصغيرة جدا كده سيمي سكوينوس. بعد كده نلونها اسيدوفيليك. حط النيوكليوس بتاعه. بعد كده هنعمل التونيكا انتما عبارة عن كونكتيف تيشو بس صاب انثيري كونكتيف تيشو. نعمل فيها نيوكليار. هنا في الأورتر هيبقى عندنا internal elastic lamina ويبي كده أسيدو فيلك وثخينة شوية. الفين طبعا ما عندناش اللامينة دي. وبعد كده نبتدي نعمل التونيكا ميديا عبارة عن سموث ماسل. السموث ماسل الفايبر بيبقى سبندل شيبت كده, مش بيبقى كده ولا بيبقى كده عشان الدكاترة بيحاسبوا عليها. وهو برضو هو شكله زي الاندوثيليوم بس هو هيبقى اكبر, وهيبقى لما نلونه اسيوفيليك هيبقى خفيف شوية عن الاندوثيليوم. والفايبرز نحطها جنب بعضها, نحاول نقربها من بعضها شويه لان المفروض هنعمل كونتراكشن مع بعض, ما ينفعش تبقى كل سله تعمل كونتراكشن لوحدها, مش هيعملوا حاجه. الصف اللي تحتها تبقى السل, يعني السنتر بتاع السل هنا يبقى مكان التقاء البريفري بتاع التو سيلز اللي فوقيها, لان عشان يعني يتملي المكان. ما احنا لو عملنا كده وعملنا كده وبعدين كده وكده, طب المكان ده هيفضل فاضي. سوري بلاش كده, المكان ده هيفضل فاضي, فاحنا المفروض ايه نملى كل الاماكن بسموث ماسل عشان تعمل كونتراكشن. الطرف هنا يجي نصها بس. هنكمل ميديا لغاية هنا, ما هو مفيش حاجة هنا بس انا بقولك, بس هنكمل لغاية هنا وهنلونها سيدو فيلك. وبعد كده هنعمل نيوكليوس روت شيبت نص نيوكليوس. يبقى كده هنيجي هنا في الارتري الميديا طبعا هتبقى اكبر, تبقى واخده الجزء ده كده كله. هنعمل برضو سموث ماسل. ومنها برضو اسيب الفيليك ونحط النيوكليوس, وبينها كده هنعمل الاستيك لاميني صغيره مش كبيره, يعني ده ميديم سايز ارتري. تمام, هنكمل بقى الميديا لغايه تحت. هنا في الارتري بعد الميديا هنعمل اكسترنال الاستيك لاميني. نفس الانترنال مفيش حاجه متغيره يعني. وبعد كده هنعمل ادفنتيشيا. في الفين هنعمل ادفنتيشيا الوسع بتاعها تقريبا قد الانتيما والميديا مع بعض. الاول في الانتيما والميديا المكان اللي وراهم ده كله هنعمله اسيدو فيليك. الارتري والفين عادي كل اللي ورا الانتيما والميديا ده, ومحدش يحط هنا بلاد فيسلز. ده اصلا بلاد فيسل, والبلاد فيسل بتاعته اللي هي فازوفازورم تبقى موجوده بس في الادفنتيشيا. هنعمل هنا ادفنتيشيا كونكتيف تيشو.
وزوزوهم. تبقى اكتر في الفين طبعا عشان في دي اوكسجينيتد بلود. حط النيوكلي اي هنا. الكونكتيف تيشو نعمل برضو ادفنتيشيا في الارتري بس هتبقى صغيرة جدا في المساحة دي بس كده. هيبقى فيها برضو بلاد فيسل بس اقل من هناك. بعد كده هنحط الليبلز. ده كده اندوثيليوم او ممكن نكتب سيمبل سيرفايس كويموس سيمبل سكويموس اندوثيليوم. وبعد كده سب اندوثيليوم كونكتيف تيشو. دي كده على بعضها الانتما تيونيكا انتما. وبعد كده تيونيكا ميديا عبارة عن سموث مصل. وهنا هنقول الاستيك لاميني. وهنا الادفنتيشيا يعني هنيجي على ناحية نقول دي انتما ودي ميديا ودي ادفنتيشيا. نيجي على ناحية هنا نقول بقى ان ده كده اندوثيليوم كده مثلا. كده الادفنتيشيا ودي كده الفازا وزورم في ناحيتين. وهنا هنزود internal elastic lamina و external elastic lamina. بعد كده هناخد الأورطة وال inferior vena cava. هناخد الأورطة هنا الأول. هيبقى طبعا شبه الأرتر اللي فوق. احنا ممكن نكمل عليه حتى بس ببلاش هنعمل أورطة لوحده. الأول هنعمل كده basement brain. وبعد كده عليه endothelium. عندي ده تخين المفروض يبقى ارفع من كده. هنا هنعمل الانتيو. شبه الميديوم سايز بس هنعمل فيها زيادة بلاستيك لامين كل حتة. في الأورطة هو فيه internal و external elastic lamin بس احنا مش هنرسمهم عشان من كتر اصلا الالاستيك لامين الموجودة هما مش بيبقوا باينين في الميكروسكوب. بس هو اصلا فيه يعني الأورطة مليان الالاستيك لامين. تمام. هنعمل هنا كده دي كده الانتما. هنعمل الميديا بقى سموث مصل زي اللي فوق. بين السموث مصل في فينستريتد الاستيك لاميني. فالمفروض ان احنا هنعمل ايه؟ هنفضل ماشيين كده بالاستيك ونسيب حته مفتوحه دي كده الفينستري يعني. ونكمل بيه عادي في وسط كل الفايبرز. بين كل فايبرز كده هنقعد نعمل الاستيك لامين كتير. طبعا الميديا دي هتبقى موجودة لغاية هنا مثلا كبير جدا يعني. وهنلون ده طبعا نحط النيوكلي اي وكل حاجة. وبعد كده هنعمل ادفنتيشيا. هنمسك التيشو برضو شوية فازة فازورة. وهنحط فيها برضو إلاستيك لامي. برضه الخلفية دي هتلون أسيدو فيليب كلها كده.
احنا ممكن بعد ما نخلص الرسمة كلها نعمل بقى الخلفية كلها كده كده، ده كده الأورطة. بعد كده هناخد ال inferior vena cava، البيزمن برين هيبقى straight مش هيبقى wavy، وهنحط endothelium. انتي ما رفيعة جدا، برضو ميديا رفيعة، الخلفية كلها برضو أسيلوفيليك لغاية ما نخلص كله. هنا هنعمل بقى الأدفنتيشن اللي هي أكبر حاجة في ال في الانفيريو فينيكاف. أهم حاجة في الأدفنتيشن دي إن يبقى فيها لونجيتيودينال سميث مصر، دي كده ترانسفيرس، مترتبة ترانسفيرس جوه يعني، ده كده الانفيريو فينيكاف بتبقى مترتبة كده حواليه، في بقى لونجيتيودينال بتبقى واقفة كده جواه زي القلم كده، واقفة كده جوه الوول بتاعه. السموث مصر لما بنعملها ترانسفيرس سكشن، هي عشان هي لينجوتيدينال فاحنا لما نقطع الفيسل كده هتبقى هي مأخوذة ترانسفيرس سكشن، فهيطلع فيه دواير على حسب، لو احنا مثلا يعني هو فايبر كده قطعنا هنا هتبقى دايرة كبيرة وهتبقى جوه النيوكليس، قطعنا هنا دايرة أصغر شوية بس فيها نيوكليس برضه، قطعنا هنا دايرة صغيرة ومفيهاش نيوكليس، هربنا بقى كده بره النيوكليس. أهم حاجة واحنا بنعمل الدواير دي هنا ناخد بالنا إن أكبر دايرة، اكبر دايره سوري الديامتر بتاعها هيبقى قد ده كده، يعني ما ينفعش نعمل كده، ما اصلا فايبرز كانت كده يعني ايه اللي كبرها، وهنبقى في بقى اصغر منها. كل ده هنلونه كده اسيدو فيليك، والدوائر الكبيرة هي اللي هتحط فيها النيكليس. دي كده نقطة صغيرة اخر النيكليس، بس الباقيين دول اصغر من ان هو يبقى النيكليس، ممكن نحط واحد هنا. هنعمل بقى باند زي كده كل الانفيريور فينا كافا، تمام، وهنملى بقى كل المكان اللي في الوسط ده، هنحط فيه فازا فازورم كتير، المفروض ده اكبر اكتر فيزل فيه فازا فازورم عشان هو كبير وفيه دي اكسجينيت بلاد، يعني جمع دي اكسجينيت بلاد من البادي كله، دي كلها كده فازا فازورم، نغمقها شوية. نص كونكتيف تيشو، سوري نيوكليس بقى نحطها جوه كل الفيسلز دي وفي النص الكونكتيف تيشو، كل الفيسل نحطه جوه النيوكليس كده، وطبعا كل ده يبقى اسيدوفيليك. نرسم بس الباندل تاني عشان مش باينة قوي كده. انا عندي مثلا الفايبر كان كده، فدي هتبقى اكبر حاجة، اكبر حاجة اهي وكده الحاجة الصغيرة. كلها كده هتلون اسيدوفيليك، اغمق طبعا من الخلفيه اللي هتبقى اسيدوفيليك برضو،
يعني المفروض تبقى أغمق من كده. الكبيرة دي اللي ممكن يعني نيكلس كده يبقى لغاية العرضها كده ده كله فيه نيكلس، يبقى الكبيرة دي كلها يبقى فيها نيكلس كده. كده بوندل المفروض بعد كده بقى نحط الليبلز على الانفيريو فينيكيرا، هي نفسها اللي كانت فوق يعني مش حاجة مختلفة غير اللونجيتيود اللي هي ارنجد سموث موسل. دي كده ترانسفيرس، ترانسفيرس سموث موسل فايبرز، وهنقول برضو دي انتيما وميديا وادفنتيشيا، وهنشتغل برضو على الفازا فازورم والكونكتيف تيشو وكل حاجة. برضو في الاورطة هنا كان الحاجة الزيادة ال الفينستريد الاستيك لامين، هي حاجة زيادة، وهنا برضو الاستيك لاميني. بس كده مفيش حاجة تاني، هنكمل ان شاء الله بقية الرسومات في فيديو تاني.